هل الذبح للضيف ذبح لغير الله؟ إكرام الضيف هو لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والله المستعان. هي خرافة، لكن إذا كان يذبح قدام الباب من أجل أن العروس تمر من أمامه ولا يصيبها السحر ولا الشيطان ولا كذا، فهذا ذبح لغير الله، والله المستعان.